استقبل صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وذلك صباح اليوم بقصر القضيبية. وخلال اللقاء نوه سموهما بما تحقق من إنجازات بفضل الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي طالت مختلف الميادين والأصعدة، مؤكدين سموهما أن ما تحقق على الصعيد التنموي والحقوقي والسياسي يدفع الجميع للمزيد من العمل لبلوغ أقصى طموحات الحكومة من أجل ازدهار الوطن وخير شعبه. وقد استذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ذكرى ميثاق العمل الوطني وما شكلته من ملحمة شعبية في الاستجابة لإرادة ملكية جعلت المواطن في قلب التنمية وشريكا أساسيا في العملية السياسية، مؤكدين سموهما أن ميثاق العمل الوطني سيظل ذكرى خالدة وسيستمر عطاؤه والقيم التي انطلق بها ومن أجلها عناصر باعثة لمزيد من التقدم في مسيرة العمل الوطني.